أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في الغزوات هل كان يجوز للصحابة أخذ الأسير قبل التوزيع من قبل الأسير؟ الأسير والثياب والسلاح هذه للمجاهد، هذه خاصة للمجاهد، أما الغنيمة هذه هي اللي تكون للغزو. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: عندنا بعض الحقول المتروكة. الأسير لا يسمى غنيمة، الأسير ما يسمى غنيمة، يفادى بمال. نعم.